فينا كده هروح البس تيشيرت واجي اصلي معاك. ماشي يلا يا ابني اتكل على الله. بس اوعى تقع امسك نفسك على المجال. اوعى الله تاخد. احنا قاعدين نصلي الفجر بقى ونروح بقى نشد اللي حابه وننام كده. احسن حاجه صلاه الفجر والله. صلاه الفجر ركعتين بامام اربع ركعات. يعني انا يوميا بسهر طول الليل يا حاج عيدري، ويجي ربنا يديني انذار ان انا اخرج لك واجي عشان اصلي وياك. طب يلا يا حاج عيدري اروح لك عشان اصلي كل يوم باذن الله الفجر. يلا يا ابني نروح. ازيك يا حاج عيدري؟ يلا المهم انا كل يوم تعدى عليا هاجي وياك. المهم انا هطلع اخدك من فوق. ماشي يا حاج عيدري. شكرا على المشاهدة والاشتراك في القناة، ودوسوا لايك وفعلوا زر الجرس لأصلكم كل جديد. وشكرا.